السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا تعاملنا مع الذكاء الصناعي زي شات جي بي تي زي جوجل بارد والحاجات دي كلها، او تعاملنا مع البنج، او تعاملنا مع اي موقع من المواقع اللي بتعتمد على الذكاء الصناعي خاص بالشات. طيب خلينا نسأله، هو ممكن يساعدنا في ايه؟ ما افضل، هو خد انتر دي، ما افضل مات امر يمكن لشات جي بي تي ان يساعدني فيه؟ تمام، نشوف هيقول ايه. الإجابة على الأسئلة العامة: توفير معلومات عن مختلف المواضيع، ممكن يساعدنا في حل مشاكل رياضية، ترجمة النصوص، كتابة النصوص، تقديم اقتراحات، إجراء محادثات فلسفية، ممكن يقدم لنا نصائح في تحسين الصحة واللياقة البدنية، لو احنا مش عارفين نذاكر ممكن يقول لنا نذاكر ازاي، ممكن يساعدنا في تعلم الإنجليزي، ممكن نقول له احنا عايزين نعدي امتحان يدربنا عليه، يساعدنا في مهارات القيادة. دي 100 حاجة ممكن يساعدنا فيها. طيب خلينا نسأل جوجل بارد، ما أفضل 100 أمر يمكن لجوجل بارد أن يساعدني فيه؟ خلي بالك انت لو كتبت السؤال ده كل مرة هيديك إجابة مختلفة، سواء شات جي بي تي أو جوجل بارد، لأن هي الفكرة بتاعته معتمدة إن هو نموذج لغوي، فعنده كمية كبيرة جدا من الكلام، تمام؟ فهو بيبدأ إن هو يديك بعض الحاجات، تمام؟ طيب ممكن تيجي هنا هتقول مثلا عايزهم بشكل، يعني هو بيديك اكتر من اجابه، تمام اهو، وتقدر انت مثلا تاخد واحده فيهم وتساله وتجرب الحاجات دي كلها. طيب خلينا مثلا هنا هقول له ايه، ارسم لي مخطط شجري لتعلم البرمجه، نشوف شكل الاجابه هيعمل ازاي. تعلم البرمجه في بلغه معينه مثلا بايثون، تعلم الاساسيات والمتغيرات والانواع، ودي تقريبا نفس الشجر دي هتلاقي اي حد بيشرح باسلوب اكاديمي بيشرحهم بالشكل ده بالترتيب دوت وهكذا، تمام. طيب انا عايز اعرف ايه افضل، ايه اسهل لغات البرمجه، فممكن اقول له ايه، رتب لي لغات البرمجه من حيث السهولة، هو قال لك أول حاجة إن هي حاجة نسبية، لأن ممكن تكون أنت مثلا عارف سي، فلما تدخل على سي بلس بلس تكون الموضوع أسهل لك وهكذا. فهو بيقول لك أول حاجة البايثون لأنها سهلة، السكراتش لأنها لغة بتاعت مخصصة أصلا للأطفال المبتدئين وبرمجة بدون كود، جافا سكريبت، HTML. طبعا لو انت بترتب تتعلم ان الاول هتعلم ال HTML وبعد كده CSS وبعد كده الجافا سكريبت، نادرا لما تلاقي حد تعلم جافا سكريبت قبل ال HTML. وروبي دي سهله في التعلم ونظم المعلومات، البي اتش بي او الاي اس بي، بيرسون هوم بيج دي كانت احد اللغات اللي انا اتعلمتها زمان، لغه الار دي لو انت عندك داتا بقاعد بيانات وعايز انك تتعامل معاها بشكل حلو. طيب ممكن نساله ايه تاني؟ الذكاء الصناعي ممكن يرسم؟ طب تعالى نجرب، هو ما برمجش على كده، لكن لو انا اديته امر وقلت له مثلا ايه، ارسم لي وجه مبتسم بصيغه اس في جي، هنشوف هيقول لي مش عارف ارسم ولا هيرسم. اهو تمام، ده شفر الكود اهو، بيقول لي سيركل ارسم دوريه بالماس الكبير دوت، وبعد كده ارسم دوريتين بالماس الصغير دوت، وارسم قوس. طيب خلينا ناخد كده كوبي، تمام، وهاجي هنا كده في المكان الفاضي دوت واقول له ان انا عايز ملف جديد، والملف الجديد دوت هخلي النتيجة بتاعه اس في جي، نيو مثلا تكست اهوت، واكتب جواه الكلام اللي احنا خدناه واقفل وسيف. وهسميه
فيس دوت اس في جي واقول له افتح لي بقى الملف الاس في جي دوت عشان نشوف. بدأ يفتح لي الملف اهوت. ايوه اهو شايف الوجه المبتسم اهو كده. احنا ايه خلينا يرسم رغم ان هو مش متبرمج ان هو يرسم، لكن مع التدريب هيبدأ ان هو يرسم اشكال معقدة عن كده ان شاء الله. طيب خلينا نقول له مثلا عايز اريد جدول للدول العربية وعواصمها تمام، والعملة والرمز الهاتف ونشوف بقى يعمل لنا ايه. انا مش شايف غلطه، بس لو حد عنده غلطه يا ريت ايه يكتب لنا يعني تمام، لان وارد ان هو يحصل اخطاء. تمام انا المعلومات اللي عارفها براجع عليها سريعا. طيب خلينا نديله شويه شخصيات ونقول له رتب لنا هذه الشخصيات من حيث نفعها او من حيث هل هي شخصية محبوبة ماشي، يعني مثلا كابتن ماجد وكونان والنمر المقنع، وممكن تحط شخصيات بقى حقيقية مثلا ومحمد رمضان مثلا، ولو في اي لعيب كورة عايز تحطه مفيش اي مشكلة خالص تمام. و ممكن مثلا نحط جيمس بوند، ولو جاوب الإجابة ممكن تناقش فيها تمام. اهو قال لك كابتن ماجد دي اكتر شخصية مشهورة، وكونان لا هو انا كتبتها كنان او كتبتها غلط فهو خد كنان، معرفش مين كنان ده. النمر المقنع تمام، هو بدأ ان هو يرتبهم حسب الشخصيات. ممكن ايه انت بقى حسب ضررهم على البشرية حسب قوتهم حسب يعني رتب من حيث القوة باتمان. باتمان طبعا قوته ان هو غني بس. سوبرمان الرجل المقنع مين تاني وجيمس بوند وانت مان الرجل النملة وهكذا يعني. اكتب له بقى لا ده انت غلطان في دي وانا شايف ان دي، وناقشه مفيش اي مشكله خالص. هو سوبر مان يعتبر اول شخصيه اخترعت اثناء الحرب الاهليه الامريكيه يعني. تمام يعني فتقدر انت بقى ايه تناقشه فيها.